اهلا بيكم. هنتكلم النهاردة عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15/10/2024 في البنوك. قبل ما نبدأ الفيديو النهاردة ما تنسوش متابعة القناة واللايك والشير عشان يوصلوا كل فيديوهاتنا الجديدة. رسميا سعر الدولار الآن آخر تحديث في البنوك مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 15 أكتوبر 2024. وأول حاجة هنبدأ بيه سعر الدولار في بنك قناة السويس. بالنسبة للشراء 48.58 جنيه، البيع 48.68 جنيه. سعر الدولار في بنك المصرف المتحد، الشراء 48.54 جنيه، البيع 48.64 جنيه. سعر الدولار في بنك الأهلي المصري، الشراء 48.54 جنيه، البيع 48.64 جنيه. سعر الدولار في بنك مصر، الشراء 48.54 جنيه، البيع 48.64 جنيه. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء 48.54 جنيه، البيع 48.64 جنيه. سعر الدولار في بنك الاسكندرية، الشراء 48.55 جنيه، البيع 48.65 جنيه. ديت كل التفاصيل عن الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر. وصلنا كده لنهاية فيديو النهاردة. ما تنسوش المتابعة واللايك والشير، ومع السلامة.